أحمد السموعي يعني يعرف بحمادة. عندي محلات ألمنيوم حديد نجارة. أول إشي أهلي، وبعدين أخوي اللي هو الكبير ربيع السموعي اللي هو صاحب الشركة والمؤسسة. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد حمادة السموعي. بداية سعد مساك. يا أهلا وسهلا. يا أهلا كلك زو. طبعا في البداية حضرتك من أصحاب هاي المؤسسة سبيشال الألمنيوم وبالتحديد في إربد، تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أحمد السموعي يعني يعرف بحمادة. عندي محلات ألمنيوم حديد نجارة، بتضمن انه هذا الشغل اسكانات ماية 1 ماية 2 ماية 3 لغاية ماية 13 اللي هي موجودة بشارع ابو راشد وشارع البترة. بس تحكي لي اكتر عن بداياتك بهذا المجال، انت كيف اجت فكرة انشاء هذا المؤسسة؟ فكرة هاي المؤسسة من زمان، يعني انا موهبة عندي كان انه اشتغل بالالمنيوم، كنت اطلع مع الشباب يعني اساعد الناس، اكتشفت حالي اني شاطر بهاي الموهبة. تمام، فبلشت معي لغاية ما خلصت جامعة، فقررت انه ايش ابدأ بهذا المشروع ونجح ما شاء الله. نعم، بس شو هي اهم الخدمات اللي عم بتقدموها؟ خدمات هاي يعني احنا منفوت على البيت من ألمنيوم، من شبابيك، من اي اشي بيحتاجه البيت، من مطابخ، من خشب، من اي اشي احنا منجهزه بننفذه بوقت معين. يعني شو اللي عم بيميزك عن الشركات؟ بيميزني اول اشي جودة الشغل والسعر والتعاون مع الناس. التعاون مع الناس. ما هي رؤيتك المستقبلية؟ انت شو حابب تعمل لقدام؟ يعني ان شاء الله انا حاب اعمل شركة اكبر من هاي. شركة اللي تشمل كل اشي بحيث انه نسهل على الناس، انه الاسعار تكون اقل منها بحيث الكل انه يستفيد. بس تحكي لي أصلاً شوي عن أهم المشاكل اللي أنت عم بتواجهها. المشاكل اللي هي ما في إلا مشكلة واحدة، هي اللي هي التجار ورفع الأسعار بس. ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة، ماذا ستقول له؟ راح أشكره فقط لا غير. تمام، بس أكيد أنت في حد ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع للوصول لهذه المرحلة. أكيد. فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ لا اكيد يعني اول اشي اهلي، وبعدين اخوي اللي هو الكبير ربيع السموعي اللي هو صاحب الشركه والمؤسسه. كيف يمكن للساده المشاهدين التواصل معك؟ تحكي لي اكثر وين موقعكم بإربد وكيف الناس بيقدروا يتواصلوا معكم؟ تواصلوا معنا عبر صفحتنا سبيشال 1 2. موقعنا شارع ابو راشد خلف صاله السفير، مشاريعنا يعني متواجد هناك، والمؤسسه تاعتي موجوده هون في اول شارع حواره مقابل صالة برادة. شكرا لك. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، نود أن نشكر السيد حمادة على حسن استضافته لنا وعلى أمل اللقاء بكم مجددا. نورتنا. أهلا وسهلا بكم.